السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغبت غبتي وجيت لكم بكتاب حدوتة بالعربي. كتاب حدوتة بالعربي مطلوب مني من زمان جدا، وانا معروفة ان انا دايما بجيب الكتب الجديدة. مس هبة نجم عاملة لنا هنا حدوتة بمعنى اصح. حدوتة بالعربي في مستويين من التأسيس، المستوى الاول من 3 لـ 5 والمستوى الثاني من 5 لـ 7. ان شاء الله كمان في كتاب التمهيدي قريب جدا بيتراجع وهينورنا كمان عندنا. هبدأ بالكتاب اللي هو من 5 لـ 7 الاول، عشان ده اكتر كتاب الناس كلها كانت بتتكلم عنه. هقول سعره في النهاية. اول حاجة هفتح كتاب حدوتة بالعربي واشوفه من جوه. اول حاجة الفهرس الكتاب، مراجعة على ما سبق اللي هو في الكتاب الاولاني، المد بالحروف ولاحظ الفرق واقرأ. لاحظ همزة المد، كلمات بالمد بالالف، جمل بالمد بالالف، انشطة حدوتة بالعربي، تحليل المقاطع، انشطة حدوتة تاني، تنمية مهارات، التاء المربوطة والتاء المفتوحة، وانشطة حدوتة والمد بالياء، حاجات كتير جدا. الفهرس بتاعها مختلف شوية، اهو الفهرس بتاعها كبير، يعني الفهرس بتاعها صفحتين اهو. انا كنت متصورة ان هو صفحة واحدة، لا الكتاب فعلا حدوتة. اول حاجة مراجعة اوجد المختلف، يعني انا داخلين اهوت في المراجعة، حلل الاصوات و ايه تدرب على القراءة الجيدة وحسن الخط. بعدين هنا دخلنا على لاحظ الفرق بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة للفتحة. حدوتة بالعربي كمان مديني أنشطة مختلفة، اكتب شكل الحرف المرتبط بالمد بالألف وإملاء وأماكن للإملة، ومديني كمان أمثلة هوت مد بالألف، لاحظ همزة المد، ومديني كمان الأنشطة بتاعته هي كتير جدا. طبعا الكتاب أنا يعني جايز الكلام بتاعي مش منظم شوية، ما شاء الله الكتاب شديدني قوي، الخط كبير جدا، الورقة نظيفة بيضة، ويعني من الكتب اللي فاجئتني بصراحة. يعني أنا بفتح كتب كتير جدا تأسيس، بس كتاب فعلا حلو. حل لمقاطع صوتية، تمام، اقرأ وصل الكلمة بالصورة، اهو صورة تكون كلمة، اقرأ جزء القراءة، وحدوتة نحوية بيحكى ان هناك 3 جرات هما التاء المفتوحة والهاء والتاء المربوطة. قامت التاء المفتوحة بالخناق مع الهاء، حلوة قوي دي، حكاية كده. بنستنتج ان الكلمة المنتهية بهاء مستحيل تنطق على انها تاء، اي تنطق على انها هاء. الكتاب حلو قوي يا جماعة، فعلا الكتاب حدوتة حدوتة زي يعني الكتاب فعلا شدني جدا، كتاب حلو قوي، تأسيس بتاعه حلو جدا. اهو اماكن للإملة، اماكن للكتابة، كلمات بالمد بالياء، كلمات بالسكون، كلمات بالمد بالياء والمد بالالف، تحليل مقاطع صوتية، جمل بها مد بالياء، حدوتة نحوية برضو بتوصف لنا او بتشرح لنا على هيئة حدوتة، انشطة حدوتة بالعربي، وصل والمذكر والمؤنث، وصفر المذكر والمؤنث، وهي اسماء الاشاره. اسماء الاشاره في جي 2 حلوه جدا، يعني سابق كمان في التاسيس. الكتاب حلو بصراحه، ما اقدرش اقول عليه اي حاجه خالص، كتاب حلو قوي، متقسم تقسيمه حلوه، ابيض زي الفل، تمرينه كتير، اقرا ثم اكتب. نجود بمالنا، كلام ما شاء الله، التشكيل بتاعه حلو. اقرأ ثم استخرج، يعني من دي بس هنستخرج هذا الخروف سمين، بس هي دي كده هنستخرج مد بالواو ومد بالالف ومد بالياء واسم اشارة والحرف الممدود هنا والحرف الممدود هنا والحرف الممدود هنا، يعني جملة واحدة بس بنستخرج منها. نظام جديد قوي. هنا برضو نفس النظام، استخراج حول من المذكر للمؤنث والعكس، حروف متشابهة، حروف واصوات متشابهة، أغنية ياء الملكية وأغنية الشدة، الشدة مع الضمة، وأنشطة حدوتة بالعربي، حلل لمقاطع صوتية، وهنا ادمج المقاطع الصوتية، وبندخل على أغنية اللام الشمسية اهو، وحدوتة نحوية برضو، ونذرع في حقلنا قطنا وقمحا، ما شاء الله تنوين،
تمام. هنا طبعا مديني بيراجع لي بقى على الحروف واقرأ واكتب وقراءة وكتابة الجمل للفيل خرطوم طويل. حدوتة نحوية تانية علاقة التنوين والتنوين بالكسرة وأنشطة بقى في الآخر، أنشطة كتير جدا، كتاب حلو قوي، أنشطة حدوتة بالعربي حلو جدا. في الآخر بنبدأ ناخد قطعة ونستخرج منها القطعة. هي يا جماعة كل دي الاستخراجات. عجبني قوي ان بقى في يعني كتب كتير حلوة، عجبني كتير ان في ناس كتير جدا متفتهد بصراحة. قرية ضمير الغائب برضو حكية الموضوع على انه قصة، فيها على فكرة اطفال كتير جدا بتيجي الموضوع ده. انا بنتي بتيجي كده، يعني انا اكتشفت ان انا بنتي بتحفظ بالاغاني، ده حاجة غريبة جدا يعني مش عارفة ده صح ولا غلط. هنا ضمير المتكلم انا ونحن، وفي الاخر برضو أنشطة لكتاب حدوتة بالعربي والفرق بين هذه وهؤلاء وبعض التقييمات في النهاية. تقييمات جدا على كتاب، كتير جدا على كتاب حدوتة، كتاب حدوتة بالعربي. الكتاب عامل 200 صفحة، وسعر الكتاب هو يا جماعة ده سعر المستوى الأول. تابعوني إن شاء الله في فيديو ده، قصدي أسفل المستوى الثاني، تابعوني في فيديو المستوى الأول قريبا جدا من حدوتة. حدوتة بالعربي. شكراً.